في 2008 مباراة ما بين مصر والسودان في بطولة أفريقيا، والفريق المصري متقدم ويجي لاعب شاب اسمه محمد ابو تريكا ويحرز هدف. عمرو زكي جول، عمرو زكي هو جول، عمرو زكي ابو تريكا. وكعاده اي لاعب كوره لازم يحتفل بعد الهدف، فيسجل ابو تريكا لقطه هتفضل موجوده في ذاكره التاريخ. لقطه عملها لاعب كوره في ماتش جماهيري في عز شبابه وتالقه، ما فرقش معاه هل ممكن يتوقف بعدها، طب ممكن يخسر وظيفته. ما شاء العمر. السادة المشاهدين، الفلوس كلها متحفظ عليها، يلا بينا. الله يعوضك على خير ان شاء الله باذن الله. ما فكرش كتير غير في اللحظه اللي مصدقها، وبسبب مشاعره الحقيقيه فضلت اللقطه في الذاكره لحد دلوقتي. ان انا كنت اتمنى ابو تريكا يجيب فيه هدف عشان يتضاف في تاريخي، ان ابو تريكا جاب هدف في عصام الحضري. ابو تريكا اسطوره، انضف شخصيه ممكن تتعامل معاها. انت تحب ابو تريكا؟ هو بموت ابو تريكا، لان اللي ما يحب ابو تريكا ما يحب كره قدم. جيت مره انا ادينا له 1,000,000 جنيه جايزه من موبيل وكده، بدل ما ياخد 1,000,000 جنيه راح متبرع بيها للملاجئ وكده وبتاع. تريكا اخلاق ابو تريكا غير، فلو مهما اتكلمت من هنا للسنه الجايه مش هديله حقه. دايما في المواقف الصعبة او في الازمات عموما، الراجل اللي بيكتب التاريخ بيكتب كل موقف حصل وكل كلمة اتقالت، وبيفضل في ذاكرة الناس اللحظات دي. زهقت من قعدة البيت. حتى لو الشخص ده عنده رصيد كبير من حب الناس، او حتى لو كان مكروه من الجميع، كلمة الحق بتبقى ظاهرة جدا في الوقت ده. ما ينفعش رب مبارك اللي تعمل فيه كده. مفيش مشكلة يعني ان حد يولع فيه. في وقت الأزمات كل حد بيفكر في نفسه بس، جمهوره ومحبينه والرأي العام مفيش ليهم أي تقدير نهائي عنده، كل المهم هكسب كام أو هخسر كام. أنا لو قلت رأيي ممكن أخسر شركة بتعامل معها وبتدخل لي ملايين، أو ممكن أخسر جهة معينة بتقدم لي دعم سواء مادي أو معنوي أو بتفتح لي سكك شغل في المستقبل. يعني أنت ليه بتبعت الفلوس؟ فاهم قصدي؟ طالما في ناس كتير قوي كده في الشارع معترض على فكرة ان انت تبعت فلوسي تموت بيها عيال صغيرة وستات يعني. في الوقت ده بيظهر فريقين من الناس، فريق بيقول ما حرام يا جدعان، ما هو ده رزقه وهو ده شغله وطبيعي ان هو يشتغل ويخالف مبادئه، المهم رزقه ورزق الناس اللي شغالة معاه. وفي رأي تاني شايف ان لا، الشخصية دي هي شخصية مؤثرة وموقفه هيأثر في قرارات كبيرة، وممكن بكلامه او بمواقفه دي يحرك الناس في اتجاه معين. بس مش هي دي القضية، لان ايه اللي يخلي اتنين من اكبر وانجح واغنى ناس يخالفوا مبادئهم بحجة ان في عقود وما ينفعش نكسرها، رغم ان هما ممكن يشتروا البراند نفسه او يدفعوا الشرط الجزائي ده باجر حفلة او حفلتين او ممكن حتى فرح او فرحين. وفي نفس الوقت ده في ناس تانية رافضة فكرة اعلانات الشركات المقاطعة بحجة المبادئ، زي ما قال ويجز، ونفس الكلام اللي قاله زازا واللي ناس كتير جدا طلعوا قالوه بعد كده. بس عادي، انت ممكن تقول ان دول شباب صغيرين رغم انهم جايين من تحت الصفر، يعني كل جنيه هيفرق معاهم وهيفرق في مستقبلهم وهيفرق في تاريخهم وهيفرق في رزقهم. هي برضو نفس الفكرة اللي عملها بوتريكا، ان هو اخد موقف وما فكرش في المكسب. ممكن حاليا يكون في خساره كبيره جدا، ممكن تكون خساره ماديه، خساره في الشغل، خساره في العلاقات، لكن اكيد 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 وبالتاريخ وبالحقيقه اللي احنا شايفينها المكسب بيكون قدام، بدليل ان بعد كل السنين دي احنا فاكرين المواقف السلبيه والايجابيه اللي حصلت لكل ناس على مدار التاريخ. هل انا او انت لو مكان الشخص اللي بيترد عليه عرض ان هو يعمل اعلان بمبلغ مغري، ممكن المبلغ ده يفرق في حياتنا كتير جدا، هنقبل العرض ده ولا هنقول لا عشان اخواتنا والقضية والكلام الكبير ده؟ وقف الفيديو هنا واكتب لي رايك في الكومنتات، بس والنبي بلاش نهاجم بعض، كل حد ليه حرية الرأي زي ما هو عايز، وانا هقول لكم رأيي في اخر الفيديو. السؤال الاهم بقى، هل انا او انت اصلا هيفرق معانا مين عمل اعلان لايه ومين ما عملش؟ وجهة نظري ولا هيفرق اي حاجة، لان مش الناس دي هما اللي هيحلوا القضية الفلسطينية، مش هما دول اصلا شبهنا ولا هما عايشين عيشتنا ولا ظروفهم زي ظروفنا. ليه ممكن يطلعوا يقولوا حكم ومواعظ وبتشوفهم في البرامج بيقولوا كلام كبير جدا وان هما فعلا مؤثرين، وفعلا هما مؤثرين لان عندهم جمهور كبير جدا، لكن في الحقيقة حياتهم وعيشتهم غيرنا 360 درجة. كل واحد من دول عنده ملايين الناس بتحبه وبتدعمه، والناس دي هم اللي بيدوله أجره. يعني لو حد بيعمل حفلة فمن تمن التذاكر بيدفع تمن حقه، المنتج بيدفع له أجره، لو ليه فيلم في السينما الناس اللي بتتفرج عليه المنتج بيجمع الفلوس دي وبيدفع منها
ثمنه. من الاخر الناس دي احنا بالنسبه لهم ارقام مش اكتر، عدد من الناس بيسمعوه وبيروحوا له حفلاته وبيتابعوه، مجرد ترفيه مش اكتر، وهو ده اللي هم ناجحين فيه، جزء الرفاهيه. اللي هيحل القضيه الفلسطينيه باختصار هو احنا، لما نكون بنقدم الناس الصح ونكون احنا اللي بنساعد نفسنا. بص عشان ما اطولش عليكم في الكلام والفيديو يكون طويل وممل، لما المنظر ده يبقى العكس ساعتها القضيه الفلسطينيه هتتحل. وبمناسبة السؤال اللي انا كنت سألته، هل انا كخالد نور هقبل عرض من شركة بتقدم لي عرض مغري جدا ممكن العرض ده يغير حياتي، خاصة لو الشركة دي بتدعم الكيان الصهيوني؟ انا اكيد عشان اعمل اعلان لشركة اجنبية اكيد 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 هكون واصل لحاجة عالية جدا ماديا، وبالتأكيد علاقاتي هتكون كويسة جدا اجتماعيا. اما بقى على مستوى الشغل والموقف ده، انا فعلا اتعرضت له واتعرض عليا اكتر من اعلان، لكن الاعلانات ما كانتش موافقة مبادئي اللي انا مقتنع بيها، فمشيت ورا الجملة معينة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وده فعلا اللي حصل، وعوض ربنا بيكون مكسب كبير جدا جدا جدا، اكتر من المكسب اللي كنت هتكسبه من الاعلان نفسه. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، وادي لاخواتنا في فلسطين ربنا يصبرهم، واعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم خالد نور، سلام.